عجبك كولر؟ ياه ده فاكهة مصر دلوقتي، والله ده فاكهة الأهلاوية. ايه الفرق اللي يعني ايه اللي يخليك تقول ايه الكلمة يعني ده لما انت ما فكرتش؟ لا رود كولر وهو داخل اول فيديو له وهو داخل النادي الاهلي وهو ماشي في الممر كده، انا حبيته واعتقد الاهلاويه لطيف. كله دمه خفيف، في ابتسامه كده، واحنا انت عارف المصريين يحبوا اللي دمه خفيف بكل انتماءاتهم، فالراجل داخل بابتسامه شبهنا قوي، ابتسامه فيها تدي ثقه، وواضح قوي ان عنده ثقه في نفسه يعني. وبعدين كان قبلها الاختيارات ما كانتش موفقه، فكنت شايف ان ما اعتقدش بقى ان دي القفله، الراجل ده هيقفلها. مع بدايه الشغل بدا يبان ان الراجل ده عنده حاجه هيديها للاهلي، مش مجرد مدرب هيعدي، في مدربين كده اللي بيجوا يضيفوا زي مانويل جوزيه، زي انا حضرت هيدوكوتي وكالوتشاي على فكره، انا طفل كنت يعني اللي هو كنت عارف ان هيدوكوتي كان نجم بالنسبه لنا برضه احنا صغير اطفال كده نسمع عن هيدوكوتي، في ده حسيت ان هو هيضيف حاجه وبان بعد كده على اللعيبه، في لعيبه الجمهور كان بيقول لك لا كده انتوا مش مستوى الاهلي، مع احترامنا لمستواهم اصل شايفينهم مستوى، بس بدأ نحس ان هم بدأوا يفلتوا. كولر رجعهم وخلوهم نجوم اقوى مما كانوا على فكره. الماتش بتاع اللي كان في النهائي بقى اللي في في المغرب، المغرب انا كنت قلق فاكر كله من كنت تروح المغرب انا اعتقد بروح المغرب الوقت ده. كتير، انا رحت بعد الماتش، بعد كنت الماتش على طول. بعد الماتش باسبوع ب 10 ايام كنت بحكم في مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي، قلت لو اللعيبه ركزوا من ان هم 2-1 والجمهور وان الحكم احتمال يبقى علينا بحكم الطبع يعني الضغط الجمهور، قلت لو اللعيبه يفكروا في ده احنا هنتغلب. هيضيع الماتش، هيضيع الماتش. وقلقت فعلا لما لقيت 2 من نجوم الاهلي بداوا تسخنوا. مش الاهلي بقى ده كده، انا قلت يا رب تحصل ايه حاجه تنزل من عند ربنا الناس دي تهدى عشان نغلب، لكن لما جه فينا الجون بدري انا اطمنت. اطمنت. اوكي. دي ميزه في الاهلي على فكره، الاهلي حطه تحت ضغط اللي هو اعلى حاجه، مش اعلى ضغط ضغط بقى. عادي، مش ضغط عادي، لا حطه تحت اعلى ضغط اللي هو قابله في القطر، يعني خلي القطر يجي له في وشه هتلاقيه بقى عمل احلى شغل. هتلاقيه عمل شغل. وبعدين جه بدري فكده خلاص الاهلاويه في انا متاكد ان هم هيقول لك لا يا جماعه يا قاتل يا مقتول يلا نخلص الماتش ده، يعني اتغلب 7 يعني ناخد الكاس يعني، هينزلوا بالمنطق ده، وده اللي حصل، ده اللي حصل ان طبعا. احنا قدرنا نكسب. دي اللي كانوا جايبين لك اللقطات بتاعت كولر يعني او فلا المغرب. وبعدين انك بتلاعب فريق كبير برضو، فريق الوداد طبعا فريق طبعا كبير يعني، وهم من الفرق يعني في المغرب عارفين قيمة الاهلي قوي، والله. مقدرين الاهلي، عارفين ان هو فريق كبير وبيتعاملوا مع من منطق ان هو 2 كبار بيلعبوا بعض انا عارف انت ليك اصدقاء كتير في كتير. المغرب بيتكلموا كتير عن يعني بتتكلموا في الكوره وبتتكلموا عن النادي بتكلم في الاهلي الكوره، انا اصلا يعني انا مثلا يعني الفريق اللي انا بعمله في المغرب هو الرجاء، مش الوداد مع ان الوداد معظم صحابي من الوداد، بالظبط. بس اول ما اتعرفت كان معظم صحابي اللي في الاول رجاء. كانوا من الرجاء، فبقيت بس دايما في البطولات يعني ببقى متعاطف مع الوداد والرجاء في اي بطوله بره، سواء في الدوله العربيه في البطوله العربيه لما بيلعبوا مع فرق تانية في افريقيا يعني، شايفها المغرب كويره برضو يعني، طبعا المغرب بلد المغرب فريق كبير كوره طبعا. عندهم دايما عندهم سكواد حلو سواء خدوا بطولات او ما خدوش يعني، مظبوط.